السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كي يلحقكم الفيديو تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كي راكم تشوفوا غادي نوريكم قضيان الشهر ديال الشتاء في هذا الشهر. اللي عاقلة الاسعار نقولها لكم، اللي مانيش عاقلة الا غالب. هنا نروحوا شوفوا اختي لا كي دايره. شوفوا شريت هذا السميد، هذا شريته، هذا الباكي فيها 2 كيلو، شريته 20000. شريت اختي لا شريت السميد تاع الشاميه، راه كاين بعض المحلات عندهم بعض المحلات ما عندهمش. شريته تاع الشاميه، هذا تاع الميزان، هذه هي النوعيه الجيده تاع الشاميه. هذا خلصته 12000 للكيلو، صافي 2 كيلو ب 24000. شريت هذا المتوسط، هذا تاع المتوسط، هذا ثاني 10000 للكيلو. هذا السميد شريت 4، نحتاجوه في نخدمو به المطلوع، نخدمو به السيجار، نخدمو به. شريت هذا البابي تاني، راكم عارفين في رمضان يكثر القلي ويكثر الملح. الخل، شريت هذه الكريمه الطازجه، هاد الكريمه الطازجه. دوك نوريكم تاني النوعيه تاع فرماج، راها جديده. شوفوا الطعام، شريت هاد الفرماج، هذا الخطره قال لي ملحان وتمليح. هذا دوك نوريكم، شوفوا النتاي استنى ولدي. طعام هذا، شوفوا هذا النوعية راها كاينة هاد الأيام، راها الدور شابة. هذه العلبة تاعها، وشوفوا الطعام، وشوفوا شريت فيرميساج شوربة. الشوربة هاد تاع الدجاج، هاد الساشيات تاع الدجاج ثاني تاع الشواء، باش نشوفو فيهم الدجاج ولا اللحم ولا حتى الخضر ثاني تستحقوها. المايونيز، الراوس ثاني نحتاجو باش نخدمو الماسيدوان ونخدمو. الموطارد هكا، اللي ماش متفكرة حاجة دير لاليست وتكتب صوالحها هكا باش نتكاكو مع بعض. الموطارد ثاني نستحقوه، تتبيل الدجاج نتبلو بيه اللحوم، سكالوب مليح في البيت. الطون شريت انا هذا تاع الزيت، مضاني نشري ديك العلبة الكبيرة. والله الخطا شريت غير هادو، قلت لا خاصني خطا اخرى نزيد. شريت السول، هذا سمن، هذا مليح للطياب هكا نطيبو بيه ولا حاجه. شريت ثاني ورقه طهي، شري نيشان 10 امتار. شريت هذا الكيلو تاع البرقوق، هذا داير 155، هذا النوعيه داير 155. شريت زبيب كما راكم تشوفوا، هذه شريت من هذا الكبير، هذا داير 20000. وهذه الكميه تاع البرقوق تاع المشماش داير 20000. شوفوا غير الفال نهار الاول برك، شوف هذه في شوية برك 20000. شريت هذه الطماطم، كانت واحدة سقستني المصروف اللي فات قلت لي شحال خلصتيها، هذه خلصتها 16000. هذه 16000، وهذيك تاع كابا دير 10000، وهذه دير 16000. شريت فلون، هذا للتحليات. هاك
شريت هذا تاني 16000، هذا شامبينيون 16000. حمزة هادو ننصحكم باش كي هادو الصغار شروهم للتحليات هكا باش تعرفوا العبر تاعكم، باش ما تضليش بالملعقه وكاع توزني. شري هادي وحده صغيره تجيك نيشان في التحليات، في لتر حليب تجيك وحده كيما هاك. شريت ذوق الشوكولا، شريت ذوق الليمون، وشريت ذوق الموز، وذوق الفاني، وشريت هذا تاني كراميل، هذا ما نستغنوش عليه تاني. وشريت علبه تاع زبده زيت. شريت تاني الومنيوم تاني مسحقو في رمضان وكاع. شريت تاني هاد الساشيه تاع الكونجيلاسيون تاني سحقوها، هما كنديرو فيهم الدجاج، نديرو حمص، نديرو حاجه تفاهمين تاني ملاح، هاد النوعيه جيده. شريت وحده كارانتيكا غير هادو ليام كيما هكا نسحقوها. شريت بيكربونات تاني مليحه في البيت، هكا كون تشمخي حمص ولا تشمخي مثلا اللوبيا حمص، هذه تاني مليحه بيكربونات في البيت في التنظيف. ثاني ديريها هكا في تنظيف، ديري بخاخه وديري فيها ملعقه تاع سائل وملعقه بيكربونات، ملعقه خل، كاس صغير تاع خل، وانتي درتي هكا باش تنطفي بها ليدام وكاع. قهوه شريت الكافي كيما قال لكم ندير القهوه تاع ميل ان. هذا فلون، هذا للاستهلاك ماشي للتحليات. شريت هذا تاني، هذا دائما في الدار لازم تشروه، ماشي غالي ومليح في الدار، هكا تحلي به، تحلي عليه قاط وتغطي به، تحلي به كاش عجينه هكا مليح، ديري فوق الطابله مليح. وهذه قلتيها كريمة تاع زيجة، هادي عاود ردها لي، هادي شريتها 16000 دون. شريت الفريك، الفريك راه داير 40000 للكيلو، انا شريت حساب 20000، مع حنا ما نستهلكوش الفريك بزاف، نديروها خطره في الاسبوع، نخدمو الحريره بزاف. هذا الفريك 40000 للكيلو، شريت حساب 20000. صايب فرماج ولي تاهلهم صح، صاي وريته لهم. وشريت السكر 10 كيلو، شريت فارينة كذلك، هذه هي. والخضار من بعد تبقى الخضار واللحوم ولا المهم. هنا بغيت نوصيكم على حاجه، نوصيكم هكا كي تشو دائما المصروف كيما هكا كثرتها في هاد الايام تاع العواشر، نقصي من كل حاجه، نقصي ديري قفه مديها لكاش يتامى ولا جوارين هكا ما عندهمش ولا حاجه، خرجي البيت من البيت تاعك قفه تاع رمضان هكا، باش ربي يطرح لك البركه ويكون رزقك وافي وتكون البركه في البيت تاعك. هذه هي، دائما تفكروا ممكن يكون واحد من الجيران ما عندهش، ممكن تكون ارمله ايتام هكا، تفكري الفاميله حتى لو كانت عندك فاميله ما عندهمش، تاني تقدري غير من البيت تاعك حاجه منا حاجه منا، وانتي درتي قفه تفرحي بها عائله. واش نقول لكم، هذا هو الفيديو تاعنا، نتمنى الفيديو كان عجبكم، واللي ما عندهش ان شاء الله ربي يرزقه، وان شاء الله يا ربي يدير البركه، برك البركه، الواحد كيشري حاجه يقول بسم الله، يقول ما شاء الله باش توقع لنا البركه. وهذا ما كان، نتمنى يدخل علينا رمضان بخير، وان شاء الله وتقبل منا، يتقبل منا الصيام والصلاه ان شاء الله. في الاخر شنو نقول لكم، مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيب
سيدنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى.